تسلم ايديكم. لو حكينا النهارده نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي الحكاية من رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب زي النهاردة سنة 1991. وعشان تعرف قيمة عبد الوهاب لازم تسمع ألحانه، لو تفتكر أغدا ألقاك، أمل حياتي، وقبلهم لا أنا بتكلم على أم كلثوم، قبلهم طبعا أنت عمري، لقاء السحاب اللي جمع بين كوكب الشرق، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأمر من زعيم جمال عبد الناصر. لما تسمع مثلا فاتت جنبنا لعبد الحليم، ولا نبتدي منين الحكاية، ولا لا تكذبي لنجاة الصغيرة، عبد الوهاب رائع. وغيرهم مشتغل مع صباح ووردة وفيروز، مشتغل مع كتير جدا الحقيقة، ست الحبايب بتاعت فايزة أحمد. محمد عبد الوهاب ألحانه دخل، مش بس قدم الموسيقى العربية الأصيلة زي مثلا ليالي الشرق ودعاء الشرق وغيرهم، ده كمان كان أول من أدخل الإيقاعات الغربية على الموسيقى العربية. ما نقدرش ننسى مثلا إيقاع الروك أند رول في أغنية عبد الحليم حافظ يا قلبي يا خالي. طيب كان احنا عبقري زمانه عندنا، كان عبقري زمانه بالظبط يا رب، وما زال يعني حتى موسيقى احنا بنقول ان احنا بنحيي ذكراه النهارده، بس الحقيقه ان احنا مش محتاجين نعمل ده، لان عبد الوهاب الحقيقه عايش معانا على مر العصور من زمان والى الان، وحتى للفتره القادمه الاجيال يعني بيحبوا يستمعوا الى اغانيه الرائعه. يعني يا ورد مين يشتري كم سفر واحده، بتحب اغنيه ايه يا روم؟ لا كتير، انا قلتهم ده، مسافر وحدك بحبها جدا، يا ورد مين يشتريك، الدنيا ريشه في هوا، يعني في اغاني كتير. انا بحب قوي الدنيا ريشه في هوا، وبحب كمان اغنيه قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام وعنايا شايفه كلام. كل ده هنطلبه الاستاذ محسن بقى. طيب النهارده استاذ محسن فاروق النهارده منورنا، هو المطرب الاول للموسيقى العربيه بالاوبرا، وهو ايضا مدير بيت الغناء العربي بصندوق التنميه الثقافيه، وهو النهارده جاي بصفته العاشق لاغاني عبد الوهاب والمتخصص فيها والعاشق الاول لاغاني عبد الوهاب. اهلا وسهلا بحضرتك، ومعانا ايضا فرقه اساتذه الطرب للتراث، اهلا بيكم ومنورينا وامتعتونا في الاول. واسمع على مسمى على فكره، اساتذه فعلا ما شاء الله، تسلم ايديكم. استاذ محسن، بدايه ليه عبد الوهاب؟ ايه اللي خلى حضرتك تعشق مش موسيقى عبد الوهاب بس، انما حاله اسمها محمد عبد الوهاب؟ اولا تحياتي ليكم وللبرنامج واسره المشاهدين، وشكرا على التقدمه الجميله دي. عبد الوهاب بيعتبر بالنسبة لي الرمز والقدوة والأستاذ الأول. أول من التقيت في حياتي الفنية وكان عمري 18 سنة. وطبعا ده بيظهر مدى أهمية الأجيال السابقة خصوصا الرواد. لا عفوا، مش هقدر أعدي مرحلة لما حضرتك التقيت بموسيقار الأجيال. أنا اللي حصل في اللقاء، هقول لحضرتك. حضرتك على فكرة متأثر بهدوءه كمان في الكلام. هو شبهه، يعني حضرتك في شبه كبير من محمد عبد الوهاب. لا أكيد طبعاً، أكيد اتقال لك قبل كده. هو أجمل بكتير يعني. اللقاء الأول أنا 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 كنت أقصد إن أنا أنوه إن الأجيال السابقة الرواد على وجه التحديد كان عندهم دايماً نظرة للشباب غير دلوقتي. أول من قدمني إلى عبد الوهاب كان رائد الإذاعة وسيد الميكروفون على الإطلاق، جلال معوض. طبعا جلال معوض كان عضو مجلس إدارة عندنا، موجود في نادي الزمالك لأن أنا زملكاوي. ومن مبروك أبناء على ماتش امبارح طبعا. طبعا بنقول لهم طبعا ألف مبروك. جلال معوض هو أول من سمع صوتي. ففي أول مناسبة خدني وفوجئت اني قدمني الى محمد عبد الوهاب، وده كان في عام 84. لما رحت له غنيت له ايه اول اغنيه؟ اول عمل محمد عبد الوهاب سمعه مني كان قصيده مضناك جفاه. الله. والاغرب لا نسمعها الاول. هسمعها بس هقول لحضرتك تعليق يعني عن هذا العمل. اولا ده من الاعمال اللي محببه جدا كانت عند عبد الوهاب وعند أسرة عبد الوهاب، يعني كل ما بنلتقي في عيد ميلاده أو في أي محفل يكون موجود لازم يطلبوا قصيدة مضناك جفاه. تمر سنوات كثيرة وتقرر الموسيقى العربية أن تقيم أول عيد ميلاد لمحمد عبد الوهاب. ده كان قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات.
بعتوا له برنامج فاختار لي قصيده مضناك جفاه. ولكن كان يعني حدث بالنسبه لي لا يمكن ان انساه. عبد الوهاب كان له جلسه شهيره جدا، لما يلتفت او ينصت كان يقعد يحط ايده كده على خده كده. خدي بالك يعني في ناس مش يعني ما بتاخدش بالها ان ده موضوع هام جدا علشان اعصاب الودن مثلا. بالظبط بالظبط. انا شفته وهو عامل كده، رحت جايب الكلام بتاع الكوبليه التاني رحت حطه في الاولاني، وفي الاولاني رحت عايده في التاني. يعني عملت عمله كبيره جدا. بعد الحفله يعني. لا ما هو ما عكيت، هي ما بنتش. هو انا شفته بهذا الشكل فقلت له الحسن حلفت بيوسفه والصوره انك مفرده. يعني هتسمعيها. ايوه. وهنشوف ماذا تعني دي من الاعمال. احنا هنبدا بالاغنيه دي لان هي كانت قصيدة. الاغنيه اللي طلبها منك واللي اختارها لك تغنيها بالفعل. قصيده مضناك جفا. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده يستوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده حادت عيناك زكي دمي أكذلك خدك كحده جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك كحده قد عز شهودي إذ رامتا فأشرت لخدك أشهده جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك كحده قد عز شهودي إذا رامتا فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب
وبينك جمالا يقدر واشي يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوسد ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبد جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك جحده جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك جحده قد عز شهودي إذ رامتا فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبين كمالا يقدر واشد يفسدهما بال العازل يفتح لي باب السنوان وأوسد ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبد مولاي وروحي في يده قد ضيع سلمت يده زولاي وروحي في يده قد ضيع سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأطلاع ما بدو حنايا الأطلاع ما بدو قسمت بثنايا لؤلؤه وثم الياقوت منضده ما خنت هواك وما خطرت سلوات القلب على حضراتكم معنا على التليفون السيدة عفت محمد عبد الوهاب. اهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك. ومبدئيا كده يعني احنا سمعنا كتير قوي عن تقديم سيرة ذاتية للموسيقار الاجيال النهر الخالد محمد عبد الوهاب في اكتر من عمل سواء تلفزيونيا او سينمائيا. هل الاخبار دي ليها اي اصل من الحقيقة؟ حضرتك معلش ساعديني لان كنت فاتحه التلفزيون. طيب سمعته ايه؟ مش ما خدتش بالي قوي من السؤال. طيب مره تانية اقول لحضرتك في مسلسل لعبد الوهاب الفتره الجايه او فيلم ممكن يتعمل عن عبد الوهاب ولا انتوا مش عايزين؟ لا لا ازاي، احنا مش عايزين، ضروري نكون عايزين. بس احنا عايزين على المستوى اللي طبعا يناسب محمد عبد الوهاب. فمش سهل يعني، طبعا اتعرض علينا وكان في مشروع مسلسل فعلا بس حصل ظروف ما كملش، لكن طبعا احنا ما عندناش اي مانع انه يتعمل. طبعا مدام عفت الحقيقه يعني في هذه الذكرى عايزين نسمع من حضرتك اكتر. يمكن احنا بنشوف اغاني لموسيقار الاجيال ولما بنتكلم عنه من عمله، عايزين نسمع عنه اكتر من وجهه نظر حضرتك كابنه واب. هل كان حازم؟ هل كان جاد ايضا في بيته كما كان في عمله؟ يعني هو كان بيحب بيحب كل حاجه دغري، مش بالنسبه لنا، بالنسبه للبيت وبالنسبه لكل حاجه يعني. وبس كان متفاهم وكان بيسمع وكان بيقدر وكل حاجه يعني. مش حازم بيحب كل حاجه صح، لكن في نفس الوقت عنده تفاهم كبير. اكتر موقف حضرتك يعني بيحضرك دايما في اسلوب تربيته او في تواجده في المنزل؟ والله مواقف كتير، بس يعني مثلا مرة كنا صغيرين
حاجة وقعت مننا من البلكونة كانت كورة ولا نزلنا جبناها، كانت دي بالنسبة له مشكلة كبرى ان احنا ننزل تحت مع ان ما عندناش شارع، كان في جراج واحنا على النيل وكده، فكان يخاف قوي علينا من الحاجات دي. يعني مواقف جامدة قوي زي اكتر من كده يعني، طبعا لو اي غلطة ولو بسيطة بيأنبنا، بس مش بيأنبنا بطريقة يعني فيها عنف ولا فيها، فهو متفاهم في كل حاجة يعني، حتى في لما كان بيدينا أي نصيحة أو أي ملحوظة ما كانش بيقولها. مدام عيسى، عاوز أسأل حضرتك أرجع تاني لموضوع المسلسل. دايما في السير الذاتية لما بتتقدم في مسلسلات أو أفلام بيبقى دايما في مشاكل بين صناع العمل وورثة صاحب السيرة الذاتية، دايما بيبقوا الورث عاوزين يطلعوه أنه إله يعني ما بيغلطش خالص. أنتوا متفاهمين إزاي الموضوع ده؟ هل هتسمحوا بعرض الأخطاء والمزايا والعيوب في المسلسل؟ لا، ما يطلع إله، بالعكس احنا لازم يعني هو زي ما يعني ما معروف محمد عبد الله بعيوبه وميزاته هيطلع، يعني ما فيش حد في الدنيا معصوم من الغلط يعني. ما وبعدين هو احنا بالنسبه للمسلسل على والدي انه اكتر فنه، اكتر ازاي حب الفن وازاي جري وراه وعمله في اهله، يعني اغلبيه المسلسل طبعا هيبقى على مشواره الفني، بس ده ما يمنعش انه يكون في شيء من حياته الشخصيه. طيب. بس في حاجات في الحياه الشخصيه برضو مش المفروض حد يتعداها، لكن هو ما عندوش حاجه تستخبى على العموم يعني. طيب واخيرا، هل بتحسي في اولاد حضرتك انه في حد منهم في روح محمد عبد الوهاب؟ والله اكتر حد في روح محمد عبد الوهاب وشبه محمد عبد الوهاب انا بصراحه، يعني انا شبهه جدا جدا جدا، لكن احنا في ولادنا في منهم كان نفسنا تكوني معانا والله في الاستوديو دلوقتي، تشرفينا قريب ان شاء الله. قبلها بيوم وانا عندي برد لا الف سلامه لحضرتك، شكرا. اسفه ان انا ما حضرتش، شكرا. بس انا مبسوطه والبروجرام جميل جدا، واستاذ محسن فاروق ده من الفنانين اللي احنا بنحبهم قوي وبنروح مخصوص نسمعه كده، فيعني شكرا لحضرتك. الف سلامه على حضرتك، ونتمنى ان حضرتك تشرفينا في البيت بيتك قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ محسن، حضرتك خدت شهاده على الهوا هم ان دام قفت، بس سؤالي بقى، كتير غنوا لعبد الوهاب، مطربين كبار غنوا لعبد الوهاب، مين فيهم انت شايف ان هو كان الاكثر حسا، عنده اكثر احساسا وقدم فعلا روح عبد الوهاب؟ لا، هو في حاجه هنا مهمه يعني. محمد عبد الوهاب جامعه وليس مدرسه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه جامعه بها تخصصات كتير، هذه التخصصات كل من تعامل مع محمد عبد الوهاب اصبح رئيس لهذا القسم، يعني ورده في مكانها، فايزه، نجاة، وكثيرين جدا بقى من لانه له محمد عبد الوهاب تعدى اكتر من خمس، يعني عندنا 5000 عمل لعبد الوهاب. محمد عبد الوهاب عشان نناقشه له جوانب كتيره، محمد عبد الوهاب الملحن، محمد عبد الوهاب المؤلف الموسيقي، محمد عبد الوهاب الممثل. انا عاوزه محمد عبد الوهاب المطرب، مين من المطربين الحاليين اللي غنوا له وكان يعني الاكثر احساسا بروح عبد الوهاب؟ لا، ما حدش. ما حدش خالص؟ لا، ما حدش نهائي. يعني مين اللي حسيته، مين اللي حسيته اتخرج من جامعه محمد عبد الوهاب بامتياز مع مرتبه الشرف؟ لا، ما فيش امتياز. محمد عبد الوهاب حاله خاصه جدا لا يمكن ان نقارنها بحد، يعني محمد عبد الوهاب يعني ندعه جانبا، وبعد كده حضرتك انت ممكن نحط اسماء كتيره جدا حتى تساوى وكلها هندي لها مرتبه الشرف، ولكن هي للامانه من يتعامل في اعمال محمد عبد الوهاب يجب ان يكون حريص، لان محمد الحلو من مدرسه محمد عبد الوهاب، علي الحجار، توفيق فريد، عصام عبد العزيز، سوزان عطيه، غير دلوقتي بقى احنا عندنا الاوبرا، دار الأوبرا المصرية عندها الاهتمام الشديد جدا بهذه المدرسة، لأن مش محسن فاروق بس اللي من أبناء عبد الوهاب أو بينتمي إلى مدرسة عبد الوهاب، بل بالعكس دكتورة إيناس عبد الدايم بدأت رئيس دار الأوبرا المصرية. بالظبط، بالفعل احنا مهتمين بشكل كبير جدا جدا بمحمد عبد الوهاب وتوثيقه، ويمكن عندنا في الكنترول هتسمعي عبد الوهاب لأول مرة وعمره 9 سنوات، ده شيء كان معجزة، فهذا الرجل يختلف عن كل الأقران. طب هتسمعنا ايه بقى؟ عاوزين نسمع امتى الزمان؟ هنسمع امتى الزمان، بس انا كنت عايز اسمعكم اقدم
تسجيل وأول تسجيل لمحمد عبد الوهاب منذ أكثر من 110 سنين. جاهز يا جماعة؟ طيب جاهز؟ طيب نسمعه ونرجع نغني. بالضبط. ده عبد الوهاب طفل، ده أول مرة تقريبا حد يسمع التسجيل ده. التسجيل ده محمد عبد الوهاب قام بتسجيله وكان له من العمر 9 سنوات. مين اللي سجله له؟ حصل ده ازاي؟ أقول لحضرتك. حضرتك جبته منين التسجيل ده كمان؟ لا ما أنا مدرستي بقى عبد الوهاب، فلابد أن أبحث عن عبد الوهاب في كل شيء، فلازم أبتدي من البداية. وعندي الصورة الأصلية بتاعة التسجيل ده موجودة معايا على الأسطوانة، وهو بالمناسبة عملنا دار الأوبرا بالمشاركة مع صندوق التنمية الثقافية عملوا أسطوانة تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على إصدار هذا، أو لأول مرة يسمع صوت عبد الوهاب، 100 عام من العطاء بلا حدود. ده موضوع في منتهى الأهمية، كيف نبحث في محمد عبد الوهاب عشان يكون عندنا أجيال نقية الصوت؟ احنا نبحث واحنا بنستمع لألحانه. حاضر. وبنستمع لأغانيه، احنا مشتاقين نسمع امتى الزمان يسمح يا جميل بقى. تمام. امتى الزمان؟ عن عيدينا وانا ويلي
جميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا شاطئ الله. طيب احنا معنا على التليفون احد من تخرجوا من جامعه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب الفنان محمد الحلو. مساء الخير يا استاذ محمد. استاذ محمد استاذ محمد واضح ان في مشكله في الاتصال. استاذ محمد مساء الخير. ايوه مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني ماذا تحب أن تقول للأجيال الجديدة عن محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله؟ أنا بحييك الأول رامي وهنجي والفنان الكبير اللي معاكم الأستاذ محسن العفو العفو العفو. ده من الناس اللي هم حافظين على التراث وهم يعني اللي بنأمل فيهم أنهم يوصلوا لكل التراث بتاعنا للأجيال اللي جاية إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ محمد. الأجيال اللي جاية اللي حضرتك تحب تقول لهم إيه عن محمد عبد الوهاب؟ أقول لهم إن الراجل ده حمانة كتير جدا جدا. سمعنا الموسيقى العربية على كل أشكالها، ألحانه عايشة معانا لحد دلوقتي، لأنه كمان كان بيحاول يعمل مزج بين الموسيقى اللي كان بيسمعها، هو كان سميع ممتاز وكان عاوز يوصل لنا كل موسيقات العالم بس عن طريقته، بطريقته هو، بطريقه الموسيقى العربيه. الفنان محمد الحلو، اولا وحشتنا قوي، ثانيا لسه كنا بنكلم مع عفه محمد عبد الوهاب وبتقول خلاص تقريبا في مسلسل ممكن يتعمل عن عبد الوهاب، لو اتعرض على الفنان محمد الحلو يبقى بطل هذا المسلسل ويقدم شخصيه محمد عبد الوهاب، هتوافق ولا تعمل ايه؟ ده انا اجري اعمله من غير فلوس كمان. تجري يعني؟ طبعا. ده انا يكفي ان انا اعمل، يعني هو له اصله افضال عليا كبيره جدا، استاذ عبد الوهاب يعني من صغري وكان في بينا عشق كبير، وعلمني كتير وشفت فيه لما قعدت معاه، شفت فيه شخصيه مش المطرب والملحن بس، لا شفت فيه الاب الاستاذ المعلم. اهم حاجه علمها لك ايه ما بتنساهاش؟ كان يحب يقول لي يعني دايما ان انت بتغني يا عبد الوهاب بطريقتك، وده حاجه كويسه قوي، ما تقلدش حد خالص. غني بطريقتك انت اللي انت بتحسه ده وتقوله. وتعلمنا منه يعني برغم السين اللي كانت عنده دي، ها، انما تعلمنا منه مخارج الالفاظ تكون ازاي نقول الكلمه بإحساسها ازاي، مش مهم نعمل فيها عرب يعني. يعني المهم الإحساس، فالإحساس وتوصل الكلمة للناس. فنان محمد الحلو نورتنا في بيتك، شكرا لك. الله يخليك. شكرا لحضرتك. طيب أستاذ محسن هنختم بإيه بقى؟ عايزين نغني كده برضو، يعني شوف حضرتك مجهز ايه، بس مثلا الدنيا ريشه في هوا، يا مسافر وحدك، بس شوف ايه اللي جاهز. قلبي بيقول لي كلام مثلا. عمرو على فكرة زميلنا كان طالب، قالوا لي هاني الود عليك. أنا مجهز له ده. أيوه. أنا مجهز له حاجة خاصة. تمام. لمحمد عبد الوهاب. اتفضل. حاجة من الحاجات اللي الأستاذ محمد الحلو دلوقتي كان بيتكلم عنها، وهي اللي من صلب فكر محمد عبد الوهاب
في مدرسة التراث. طيب عايزين نسمعها على طول، بس يعني قبل ما نسمعها اسمح لي طبعا بشكر حضرتك المطرب محسن فاروق، المطرب الأول للموسيقى العربية بدار الأوبرا، وبنشكر حضراتكم فرقة أساتذة الطرب للتراث، شكرا لوجودكم معانا. مشاهدينا تصبحوا على ألف خير، وانتظروا بقى الختام بالأغنية الأخيرة اللي هنسمعها من الأستاذ محسن. ده كوكتيل من أغانيه مثلا ولا إيه؟ دور من أحب الأدوار عنده. نعم؟ دور من أحب الأدوار عنده اسمه عشقت روحك. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 شوف زولي وهقول